القصة تخص العرض. من دق باب الناس دق بابه. شون يا ابو شاهين تدلم؟ يوم من الايام عائلة خاطبين لابنهم يسوي مشاكل بالمنطقة، قال يا ابا خلنا نخطب لبلكتي عقل، هذا هسه ماكل يسوي مشاكل، الاهل خطية ببالهم، خلى زوجة بلكتي عقل. عرفت شون؟ خطبوا لمرة بالعيد، هسه شون احنا برمضان، اجا العيد، راحت الأمية والأبو أخته اللي بيجدهم بغير محافظة، بقى يعني شليف الصوف بالبيت. ما هو ليش يقول لك نايم يا شليف الصوف نايم والحرام يحوف؟ بقى شليف الصوف بالبيت، شليف الصوف خاطبيله على ما يكون نفسه ويتزوج. جر التليفون خابر على البنين اللي هي خطيبته، الله يساعدك حياتي في دول عمرك، شلون صحتك؟ ويلي عليك، انت وين؟ اقول لك اهلي راحوا، تقدرين تجين للبيت؟ وهي بنيه وعلى امل راح يتزوجون وصاير حكي اهل. قرب راسه 4 ساعات الى 5، الامايه تدق علي تدق على الابن تدق على الابن، التليفون مشغول، تقوم تدز بنتك. هم طلعوا بالطريق، وصلوا المحافظه ما ويسدت التليفون، هو شال التليفون خابر على ربع شباب وين انتو، راح اجيب وحده. عرفت شلون؟ وطبعا هذا الكلام بين قوسين يخصمه يعني، لان كل من يمثل نفسه والعدس لا تنغزو، الكلام ما اقصد بيه على العامه بس على الاشخاص اللي يمارسون هاي الامور، هاي رساله لهم، رساله لهم لردع المخالف وزجر غيره. الحاصل يا شباب، خابر على ربعه تعالوا جبت وحده وهالسوالف، سد التليفون من ربعه، البنيه جايه عليه بالطريق، دق التليفون شاله، قال له امي وينك؟ الحق ابوك تخربط، ابوي تخربط يلا جاي، بعد الاب تخربط وبغير محافظه، صعد السياره وراح. وين على ابوه؟ لقى ابوه بالانعاش بالمستشفى، الحج الشاي. سأل أمه قالها قلت أختي وين؟ قالت لأختك دقينا عليك مرة مرتين ثلاثة ما جاوبت، دزيناها قلنا له روح شوفي صار ما صار عليه، ضلبان عليك. ظل هو بعد موقف محرج، عاف الأم والأبو، رجع وين يريد يلحق على أخته، رجع لقى أخته طابة للبيت وربعة منتظرين، لأن هو قالهم راح أعوف لكم الباب مفتوح. فصار اللي راد يسويه بت العالم بعرضه كما تدين تدان ولو بعد حين.